ويمشي. هذاك علاش الناس الكل تهتم بالطقس خلال الفترة هذية. عشنا موجات من الحر في الفترة اللي تعديت، تنعشت الدنيا شوية، كانت السباحة ممنوعة أيضا مع نهاية الأسبوع، لكن فما حديث على أنه درجات الحرارة سترتفع من جديد. هل أنه الارتفاع بش يكون كبير، بش يكون ارتفاع نقولوا احنا مستحب، ولا بش نرجعوا إلى موجات حر جديدة؟ نحكيه في الموضوع كالعادة مع الأستاذ في الجغرافيا الباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في الطقس سي عامر بحباسة. صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بيك. خير أستاذ عسلامة، مرحبا بيك ومرحبا بالسادة المتابعين أنت راديو ديوان أفعال. شكرا لفضلك، شكرا على قبول دعوتنا، ومرحبا بيك معنا. طقس ليامات هذية محلة تعدى الحقيقة، باستثناء ربما الجمعة والسبت كان هيج شوية الطقس، كان البحر هيج وكان فما شوية ريح. ليامات اللي تعدت كلها حرارة مستحبة ليلا ونهارا. لفتنا ونسمعوا باش ترتفع درجة الحرارة، نخافوا شوية الارتفاع باش يكون كبير، باش يكون بيبقى عادي، كيفاش باش تكون حرارة ليامات الجاية؟ هو ما سمناش ارتفاع اصلا، معناتها اللي تم تداوله هي معلومات غلطه. الحراره باش تكون عاديه. اول حاجه صار نذكروا اللي عشنا معناتها ايام عديده الماضيه نتاع بدايه اوت حراره عاديه جدا حول المعادلات، اقل من المعادلات، احيانا فوق المعادلات بدرجه ولا حاجه ولا درجتين، حراره عاديه جدا بسبب المنخفضات اللي قرب من اجوائنا الأيام الماضية، واللي أعطانا حتى شوية مطر تذكروا الأيام الماضية، وأعطانا زاد الرياح وأعطانا الأمواج إلى آخره، ومازال إلى حد اليوم هو توا متواجد، حتى هو قرب منا على تونس وعلى إيطاليا، لكن توا موجود في شرق أوروبا، ولكنه مازال يسير نحو مناطقنا تيارات باردة، وديجا إلى حد الوقت هذايا لحد الساعة هو بارد، معناتها نسمات باردة تقريبا على أغلب المناطق التونسية. الأيام القادمة معناتها باش يكون طقس زاد كيف طقس عادي جدا، نحكي على مستوى الحرارة، حرارة حول المعدلات. نعطيكم حتى معناتها بالأسبوع بالأسبوع، الأسبوع هذايا معناتها نحكي على الحرارة متاع كامل أوت، الأسبوع هذايا من يعني من 7 حتى 14 معناتها حرارة دون المعدلات، هذه معناتها اليوم غدوة الأيام القادمة دون المعدلات، أحيانا حول المعدلات، ما فماش موجة حر، ما فماش ارتفاع للحرارة معناتها بالكل. بالعكس الحرارة في ساعات الليل معناتها خاصة على المرتفعات على السواحل باردة، نسميت حتى تخلي الإنسان ممكن حتى يتغطى خاصة في المناطق الغربية. ثم الأسبوع معناتها الموالي اللي هو من 14 إلى 15 حتى 21 حرارة كيف حول المعدلات خاصة وسط تونس وجنوب تونس، حتى شمال تونس ممكن أكثر من المعدلات بقلية، معناتها حرارة صيفية عادية، ما فماش موجة حر تقريبا زادة كيف حول المعدلات. الأسبوع الأخير من أوت، هذه توقعات النموذج الأوروبي متوسط المدى الدقيق، الأسبوع الأخير من أوت إن شاء الله كيف زادة حرارة تقريبا حول المعدلات وإلا أعلى من المعدلات بقليل ببعض الدرجات، معناتها شو معناتها؟ معناتها نجم بعض المناطق المعروفة بالحرارة كما القيروان ولا توزر ولا كبلي إلى آخره، نجم تسجل حرارة تتجاوز حتى 40 درجة في بعض الأيام، ولكن مع ارتفاع وقتي، ارتفاع نسبي ظرفي معنا فقط، ظرفي في ساعات النهار، نحكي على آخر أوت، نحكي على الأسبوع الأخير، قلت الأسبوع هذايا واللي بعده حرارة عادية في تونس الكل، قلت الأسبوع الأخير ممكن حرارة أعلى من المعدلات بقليل ببعض الدرجات، ولكن لا ترتقي إلى موجة حر، ما نحكيوش أصلا على موجة حر. الأسبوع الأخير يزال بعيد شوية في الحقيقة، معناتها المعلومة غير مؤكدة 100%، ولكن احتمال كبير كونه معناتها إلى آخر أوت دون موجات حر، وخاصة الأسبوع الثاني والثالث من أوت تقريبا شبه مؤكد اللي هو معناتها حرارة عادية حول المعدلات، وأحيانا حتى دون المعدلات، وحتى لكان أكثر من المعدلات كما قلت بدرجة ولا حاجة ولا درجتين، معناتها الوضع يقعد الأسبوع الأخير ارتفاع صغير حول المعدلات ولا فوق المعدلات قلت بقليل، ولكن ما عندناش موجة حر، الوضع عادي جدا، وممكن اللي تم تداول متاعه هي إشاعات. إشاعات الحمد لله اللي هي إشاعات. على كل سي عامر، ليامات اللي تعديت خفت شوية لاسم البحر والسباحة كانت ممنوعة، وانت تحكي على طيارات جاية من أوروبا، طيارات باردة، البحر مش يكون ملائم للسباحة خلال ليامات الجاية من شهر أوت، ولا نجم نشهد أيام تكون فيها السباحة ممنوعة؟ بيه.
هو إضافة صغيرة في نقص الحرارة لو قلنا موجة حر صحيح، ولكن مش في تونس، في المغرب وإسبانيا الأيام القادمة فما ارتفاع في درجة الحرارة، فما موجة حر بعيدة علينا في المغرب، مرتفع الإفريقي، مرتفع الأزور خاصة على المغرب وإسبانيا، حتى بالتالي يمشي لفرنسا، معناتها المرتفعات بعيدة علينا في الغرب، موجودة غرب أوروبا وعلى المغرب، وإحنا بالعكس إحنا اللي هو البارد قاعد يجينا المنعش من وسط أوروبا ومن شرق أوروبا، وهذاك علاش مازلنا باش نعيشوا فترات باردة. نفس الهواء هذايا ونفس المنخفض هذايا اللي بعث لنا الرياح كما قلت معناتها نهاية الأسبوع اللي تعدى السرعة نتاعها بالضبط، معناتها اللي السرعة نتاعها معناتها ارتفعت نسبيا ووصلت حتى أكثر من 80 أكثر من 70 وأكثر من 80 كيلومتر في الساعة، وحتى الأمواج معناتها ارتفعت تجاوزت حتى 3 متر خاصة شمال تونس. هو في الحقيقة من يوم أمس معناتها شرق تونس الرياح بدأت تنقص، شمال تونس كيف كيف معك اليوم معك الرياح قاعدة تنقص، ومن اليوم النجم معك نقوموا بالأنشطة البحرية على طول السواحل التونسية بالطبيعة معك ديما مع الاحتياط، لأنه حتى في الوضع العادي رأوا ناس موسعات بحالات غرق إلى آخره، ولكن الوضع عادي الأيام القادمة على الأقل معك 3-4 أيام القادمين وضع عادي، حرارة عادية، رياح عادية، أمواج عادية، نجموا نمارسوا كل الأنشطة البحرية. ممكن بعد أيام أخرى ممكن سرعة الرياح ترتفع قليلا، ولكن ما وش كما مش كما اللي عشناه معناتها نهاية الأسبوع، مش بالحدة هذيك معناتها. لا بالضبط. فمش أمطار سي عامر بنعرفوا أوت ماشيين للخريف وغيره، مش توقعات بنزول بعض الأمطار خلال الفترة القادمة؟ هو بالنسبة للأمطار معناتها المؤكد اللي منا حتى ال 15 أوت ما فيناش أمطار، معناتها الأسبوع هذا الثاني من أوت ما فيناش أمطار. توقع بعتلي بعد 15 أوت ما تعرف بالنسبة للأمطار ديما التوقع يكون أصعب من الحرارة، إذا كان تفوت أسبوع ديما توقعات ما تكونش معناتها دقيقة. على كل حال هو من المعروف اللي نصف ثاني من أوت وخاصة آخر 10 أيام وخاصة الأيام الأخيرة من أوت عادة تنشط السحب الرعدية وما يسمى بغسالة النوادر والأمطار كي نتاع العشية السريعة إلى آخره كما وقع حتى معناتها في الأيام معناتها يعني الماضية، ولكن مبدئيا حتى ال 15 أوت ما عندنا حتى شيء. ما فيناش زاد منخفض بالشكر بنا، نحكي على منخفض كلاسيكي تقريبا حتى ل 20 اوت ما فيناش منخفض معناتها باش ينزل لنا نتاع امطار، ولكن ممكن في الايام الاخيره الاسبوع الاخير من اوت ولا العشر ايام ممكن تنشط السحب الرعديه كما قلت غير مؤكد. هذايا معناتها من الناحيه التاريخيه معناتها لانه نعرف تاريخ الطقس في تونس عاده ديما الايام الاخيره من اوت تنشط السحب الرعديه وحتى زاد خاصة مع تبعتلي في سبتمبر، ولكن مبدئيا ما عندناش أمطار الأسبوع القادم وممكن حتى الأسبوعين القادمين دون كل ما نزيد يقرب شرا نزيدوا أكثر معاك في التوقعات، وإن شاء الله نقولوا إحنا خريف بدري بلغة الفلاحة هكا ولا سي عمر؟ هو في الحقيقة معناتها فما مؤشرات كنت حتى حكيت عليها قبل حتى على الصفحة متاع المركز التونسي للطقس والمناخ اللي نشرف عليها، كنت حكيت على حاجات جديدة معناتها قاعدة تقع بخلاف الاحترار متاع المتوسط اللي نعيشوه كل يوم كل عام، ولكن هذه السنة فما حاجة جديدة اللي هي احترار اللي هي احترار المحيط الأطلسي معناتها أي بلا شفت الملاحظة هذي أي خطر الأطلسي موش منعات مش منعات يسخن بالطريقة هذه، والأطلسي علاش هام لأنه الأطلسي نلقاو فيه مرتفع الأسور ومنخفض إيزلندا، هذوم الزوز اللي يتحكم في الطقس في تونس وفي شمال أفريقيا وفي أوروبا وفي حوض المتوسط مع المنطقة نتاعنا الكل، وإذا كان يتواصل إذا كان صار مش خلل مع قصدي فما تغير في درجة الحرارة يعني ينجم هذا يأثر حتى على معناتها التنقل معناتها المرتفعات مرتفع الأسور وزاد كيف كيف حتى منخفض إيزلندا، ولكن التأثير ما نعرفوش نجم يكون سلبي تواصل الجفاف كيما نجم يكون إيجابي تواتر المنخفضات. تتفكر كما صرنا في شهر ماي الماضي الاحترار نتاع الأطلس يبدأ في ماي وقتها زاد كانت فما برشا منخفضات أمطار ماي تذكروها وحتى جوان، هذايا استنتاج شخصي حاجة جديدة مش مؤكد، ولكن نتفائل خيرا إن شاء الله الاحترار اللي يقع في الأطلسي إن شاء الله يكون إيجابي على غرب على غرب المتوسط وعلى تونس، وفما برشا معناتها نماذج عالمية أشارت إلى خريف ممطر، ولكن كما قلت معناتها راهي هذه تعطي فكرة عامة خاطر المدة طويلة ما نجموش نأكدوا، فقط قدمت قراءة من قبل قراءة لهذه النماذج
العالمية التي أشارت لبعض الفترات من الخريف خلال سبتمبر أكتوبر حتى نوفمبر تكون ممطرة، ولكن الحقيقة المدة مازالت بعيدة من نجمش نأكل هذه من طول. شكرا لك سيد عامر بحبة، بفضلك يعطيك صحة على كل التفاصيل. الأستاذ في الجغرافيا الباحث في المخاطر الطبيعية والخبير في الطقس، شكرا على كل التوضيحات اللي قدمتها. أيام جميلة الأيام الجاية، حرارة مستحبة دون المعدلات أحيانا، والبحر ممكن للسباحة للناس الكل. تفرهدوا، بون كونجي للناس اللي خارجة في العطلة متاحة، والناس اللي زادت تمشي البحر، صحة وفرحة للجميع. يلا مصلين معكم لقانا، مرحبا بكم من 10 23 دقيقة على موجاتنا. ديما معكم نواكبوا الأكتواليتي.